اهلا بيكم ابطال سنه اولى ثانوي. النهارده هنحل مع بعض الاختبار الثالث كتاب الامتحان. اختر الاجابه الصحيحه من بين البدائل التاليه: اقرب الملوك الفراعنه في سياسته الداخليه الى الملك نعرمر هو الملك تحتمس الثالث من تحتب الثاني امنمحات الثالث من حطب الرابع. طبعا لازم نعرف الملك نعرمر عمل ايه عشان نعرف نجيب الملك اللي شبهه. الملك نعرمر قام بالوحدة الثانية، يعني اخضع نفوس حكام الاقاليم وقضى على اللامركزية. فتعال نشوف كل ملك من الاربعة اللي قدامنا. تحتمس الثالث دوره في المنهج يا شباب اللي هو قام بعمل امبراطورية كبيرة جدا وانتصر في مواقع عديدة اشهرها موقعة مجده. طيب بعد كده من تحتب الثاني دوره في المنهج اللي هو اخضع حكام الاقاليم، وعندنا قضى على نفوذ اللامركزية واخضع نفوذ كبار الموظفين. طيب بعد كده امنمحات الثالث دوره في المنهج اللي هو عمل سد اللاهون واهتم بالزراعة. امنمحتب الرابع عمل نفسه شيخ ودعا لعبادة اتون. فكده الاجابة اللي تصلح هتبقى من تحتب الثاني. 2. الحضارة كالطائر الجوال موطنه الاصلي في بلاد الشرق جنوب اسيا جنوب اوروبا ولا امريكا الشماليه. طبعا الحضاره كالطائر موطنه الاصلي، البدايات الاولى للحضاره كانت عندنا في بلاد الشرق. ليه اخترت بلاد الشرق؟ لان اقدم الحضارات اللي كانت موجوده عندنا على مستوى العالم كانت تتمركز في الشرق واقليم البحر المتوسط. زي مين؟ الحضاره الفرعونيه وعندنا الحضاره الفارسيه وحضاره بلاد العراق وحضاره فينيقيا. تمام، يبقى كده عندنا بلاد الشرق يا شباب. 3. من الصناعات المصرية القديمة التي اعتمدت بشكل رئيسي على مواد خام محلية. خد بالك، مواد خام محلية: صناعة الزجاج، الأساس، العطور، ملابس الأغنياء. هنبدأ من ورا لقدام. أول حاجة ملابس الأغنياء كانت تصنع من الكتان الناعم والحرير المستورد من فينيقيا، فدي مستبعدة. بعد كده هنروح على العطور. العطور كان المصري القديم يستورد العطور في بعض الأحيان من الخارج، خاصة عندنا شمال النوبة طيب أو شمال السودان، يبقى كده دي مستبعدة. الأساس، أصلا مصر ما كانش عندها أخشاب قوية، فبالتالي كان بتعتمد على استيراد الأخشاب من الخارج، مستبعدة. الزجاج هي الإجابة الصح. ليه؟ عندنا كانت الزجاج يصنع من الرمال المنتشرة بكثرة في الصحاري المصرية، خاصة الصحراء الغربية. السؤال اللي بعده: أمامك صورة تمثل طقوس أحد العبادات التي ظهرت في مصر الفرعونية والتي كان لها أثرا على علاقة مصر الخارجية ببلاد بونت، شمال السودان، سوريا، جزر البحر المتوسط. طب تعالى نبص على الصورة. الصورة دي العبادة الأتونية اللي هي عندنا ابن حطب الرابع أو إخناتون لما عبد أتون وحول العاصمة إلى أخيتاتون. أدى انشغال ابن حطب الرابع بأمور الدين عن أمور العبادة إلى تفكك وضياع الإمبراطورية المصرية في سوريا. يبقى الإجابة كده يا شباب سوريا. 5. تعبر صلاية الملك نعرمر عن أحداث مهمة بمصر، منها إنشاء مدينة منف، الوحدة التاريخية الثانية، الاحتفال بعيد الإله رع، إقامة التماثيل الكبيرة. طب صلاية الملك نعرمر بتصور الملك مينا وهو وسط جنوده ويضرب الأعداء اللي كانوا ضد فكرة التوحيد الوحدة يعني. تمام، فبالتالي عندنا أقرب حاجة هنا هي الوحدة التاريخية الثانية 3200 على يد الملك مينا. 6. ترتبط الصورة المقابلة بأحد الحضارات التي اتسمت بأنها آخر حضارات العالم العصور القديمة ذات صبغة دينية واضحة، إحدى حضارات الشرق القديم استمرت خلال العصور الوسطى. طيب عندنا الكوليسيوم، دي أحد مظاهر الحضارة الرومانية الغربية، فهنا بيتكلم عن الحضارة الرومانية الغربية. طيب هل الحضارة الرومانية الغربية استمرت خلال العصور الوسطى؟ الدنيا كانت خربانة في أوروبا في العصور الوسطى، مستبعدة. جيم، أحد حضارات الشرق القديم برضو عندنا مستبعدة، لأن الشرق القديم كان فيها مين؟ حضارة فرعونية بتاعتنا والحضارة الفارسية اللي هي بلاد فارس إيران، وعندنا حضارة العراق بلاد ما بين النهرين، وعندنا حضارة بلاد فينيقيا. طيب ذات صبغة دينية واضحة؟ لا، ما كانش ذات صبغة دينية واضحة. طيب آخر حضارات العصور القديمة؟ كانت آخر حضارات العصور القديمة. طيب 7. ارتبطت الموسيقى في مصر الفرعونية بشكل كبير بالحياة السياسية، التجارية، العلمية، الدينية. هنا مذكورة نصا في كتاب المدرسة عندنا وكتاب الامتحان: ارتبطت الموسيقى بالشعر
تمام؟ حلو قوي. وايه؟ والغناء، الغنى، والترانيم. كلمة ترانيم يعني حاجة كده شبه الأغاني شوية، وبيعملوها ليها علاقة بالدين، شبه الأغاني الدينية بتاعتنا دلوقتي، تمام؟ يبقى اسمها الترانيم، يبقى كانت مرتبطة بالحياة الدينية. السؤال اللي بعده، استخدم المصري القديم في كتاب الموتى الكتابة الهيروغليفية والهيراتيكية، الهيراتيكية والديموتيكية، الديموتيكية والقبطية، القبطية والهيروغليفية. هنا كتاب الموتى يا شباب دي حاجة مقدسة. ظهرت فين؟ عندنا كتاب الموتى ظهر في عصر الدولة الحديثة. طيب كان كتاب الموتى يكتب على ورق البردي ويلف كده ويوضع معاه، مع مين؟ مع المتوفى في التابوت ليساعده في الحساب. حلو جدا. يكتب على ورق البردي، يبقى الكتابة المستخدمة فيه كتابة الهيراتيكية، يبقى كده عندنا الهيراتيكية وحاجة تانية. طيب عندنا ألف ودال، يبقى كده احنا بنستبعد مين؟ بنستبعد جيم ونستبعد ب. طيب عندنا ايه؟ ألف وباء ودال. اللي بيحصل عندنا الهيروغليفية والهيراتيكية، ولا القبطية والهيروغليفية، ولا الهيراتيكية والديموتيكية؟ طبعا هنا كتاب الموتى بيتكلم عن حاجة مقدسة، فاحنا هندور على الكتابة المقدسة مع الكتابة الهيراتيكية. الروح على طول مخنا يروح للكتابة الهيروغليفية. ليه اخترت الهيروغليفية يا مستر؟ عشان الهيروغليفية كانت تعرف بالخط المقدس، كده رقم واحد. تستخدم في كتابة النصوص الدينية على جدران المقابر والمعابد، فبالتالي أقرب حاجة ممكن نكتب بيها كتاب الموتى هي عندنا الكتابة المقدسة الهيروغليفية بالإضافة إلى الهيراتيكية. تسعة، أي من السلطات الآتية تعني إصدار الملك في مصر الفرعونية المراسيم والقوانين؟ حلو قوي. السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة العسكرية، السلطة التشريعية. خد بالك إصدار الملك المراسيم والقوانين. السلطة القضائية بتصدر الأحكام، يعني عشان الناس ممكن تقول لك سلطة قضائية، سلطة قضائية يقول لك القاضي حكمت المحكمة بعشرين سنة سجن على متهم، يبقى حكم، يبقى دي أحكام. أما السلطة اللي بتطلع القوانين يا شباب والمراسيم اسمها السلطة التشريعية. عشرة، كان أول خروج للجيش النظامي المصري في مصر الفرعونية لتأمين الحدود الشمالية الشرقية الجنوبية الشمالية الجنوبية الغربية. طيب الجيش النظامي المصري نشأ في عهد مين؟ نشأ عندنا في عصر الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة عندنا كان يعتبر بداية الجيش النظامي كان على يد الملك معروف اللي هو الملك مين؟ الملك أحمص. ده كان بداية الدولة الحديثة ويعتبر بداية الجيش النظامي. ليه؟ عندنا كان الملك أحمص لما واجه الناس، عندنا واجه الناس فين؟ عندنا حارب الهكسوس وطردهم إلى خارج مين؟ إلى خارج البلاد عند الحدود الشمالية الشرقية إلى فلسطين. طب حلو قوي. طب انا لو جيت اتلخبطت وقلت لك بدايات الجيش النظامي، بدايات الجيش النظامي برضو كانت في عهد الملك مين؟ بيبي الايه؟ بيبي الايه الاول، لما استخدم قائده هويني وحارب بعض القبائل في فلسطين. فلسطين برضو موجوده في الناحيه الشماليه الشرقيه. طب حد يقول لي يا مستر معلش، هو الجيش النظامي كان في عصر الدوله الحديثه، ما الملك احمص في عصر الدوله الحديثه. طب انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل للجيش النظامي اتعمل في عهد مثلا الملك مين؟ تحتمس. الملك تحتمس برضو حارب مين؟ حارب عندنا ناس امراء اسيا بقياده امير قادش، وانتصر عليهم في موقعه مجده. موقعه مجده موجوده فين؟ في الناحيه الشماليه الشرقيه. طيب رمسيس الثاني يا مستر برضو نفس الكلام، انتصر في موقعه قادش في الناحيه الشماليه الشرقيه. يبقى انا كده غطيت لك كلمه بواكير وغطيت لك كلمه بدايه الجيش النظامي. 11، تعدلت الاثار الناتجه عن التقسيم الطبقي في مصر الفرعونيه. ومنها بقى تحقيق العداله الاجتماعيه، مشاركه الجميع في الحياه السياسيه، ارتفاع مستوى المعيشة، اختلاف نظم التربية والتعليم. بيقول لك التقسيم الطبقي يعني مجتمع فيه ناس أغنياء وناس فقيرة، هتحقق عدالة اجتماعية؟ لا. مشاركة الجميع في السياسة مش كله هيشترك، لأن كده إيه؟ الأغنياء واخدين وضعهم زيادة عن اللزوم. ارتفاع مستوى المعيشة؟ لا، في ناس عندها ارتفاع وناس عندها انخفاض. الاختلاف هيحصل فين؟ اختلاف نظم التربية والتعليم. اللي احنا خدنا الطبقات الفقيرة يا شباب، عندنا الأم هي مصدر التربية وكانت بتعلم بناتها في المنزل، والأبناء يتلقون يعني إيه؟ يتلقوا تعليم الحرف عن آبائهم أو حرف خبير. حلو جدا. طيب بعد كده الطبقة اللي بعديها كانت عندنا تستأجر مرضعات وترسل أولادها لمدارس خاصة بالدولة. عندنا الطبقة الأحسن منها كانت ترسل أولادها لمدارس خاصة بالدولة أو إلى القصر الملكي، فبالتالي اختلفوا في طريقة التربية والتعليم. السؤال اللي بعده، سطر المصريين القدماء بأفكارهم وسواعدهم حضارة عظيمة ويدل ذلك على تميزها
بالقدم الاستمرارية التقدم الأصالة. طيب هنا بيقول لك المصريين القدماء استخدموا أفكارهم وسواعدهم، إيديهم وأفكارهم، يعني كل حاجة كانت مصرية خالصة يبقى الأصالة. 13 ارتبطت عدة مصادر تاريخية في مصر بجريان نهر النيل على أرضها، ومنها النقوش، نقوش أصلا من الأحجار، النقود ما كانتش موجودة، الأستراقة والآثار، الآثار أصلا معظمها كان مصنوع برضو من الأحجار، والمعادن. يبقى كده هيتبقى عندنا الأستراقة، ليه؟ هي عبارة عن كسرات الفخار، والفخار أصلا مصنوع من طمي النيل، يبقى الأستراقة. أسئلة مقالية: الإدارة السليمة تستطيع مواجهة الأزمات والطوارئ، في ضوء العبارة السابقة وضح كيف استطاع المصريين القدماء تطبيق ذلك في النشاط الزراعي. طيب تعال نشوف اللي حصل. أول حاجة، قام المصريين القدماء وعلى رأسهم الحكومة المركزية خاصة في الدولة الوسطى بإقامة السدود للحد من آثار الفيضانات، ومن أمثلتها سد اللاهون، وزيادة مساحة الأرض الزراعية لزيادة الإنتاج، ووضع استراتيجية لمواجهة الطوارئ والأزمات. وتعد قصة سيدنا يوسف خير دليل على ما يجب أن تفعله الإدارة السليمة. طيب بعد كده عندنا دلل على صحة العبارة التالية تاريخيا: حققت الحدود الطبيعية لمصر على مر تاريخها أهمية عسكرية وأهمية سياسية. تعال نفكر مع بعض يا شباب. أول حاجة، تمثل الحدود الطبيعية لمصر دروعا واقية ساعدت المصريين على إيه؟ على الدفاع عن البلاد ومقاومة المعتدين والطامعين في خيراتها، دي أهمية عسكرية، وتحقيق قدرا من الأمن والاستقرار، دي أهمية سياسية. طيب 16، وضح مصداقية العبارة التالية تاريخيا: ارتبطت العمارة في مصر الفرعونية ببعض مظاهر التقسيم الطبقي. هنقول له طبعا العبارة صادقة، حيث تم تقسيم المدن إلى أحياء سكنية على أساس طبقي، فهناك أحياء للطبقة الفقيرة وكانت بيوتها متلاصقة وشوارعها ضيقة، وأحياء للطبقة المتوسطة، وأحياء للطبقة العليا اللي هم كبار رجال الدولة، كانت فخمة واسعة تحيط بها مساحات خضراء وحدائق. أهلا بكم أبطال أولى ثانوي، النهاردة هنحل الاختبار الرابع، كتاب الامتحان. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: ظهرت أشهر مكتبات مصر الفرعونية في عصر الدولة الوسطى، عصر الانتقال الثاني، عصر الدولة الحديثة، العصر المتأخر. هنا عينينا كلها تروح على درس الحياة الثقافية والفكرية. في كلمة المكتبات، كانت أشهر المكتبات مكتبة الرمسيون، مين اللي بناها؟ رمسيس الثاني، ورمسيس الثاني أشهر ملوك الدولة الحديثة. 2، ينطبق مضمون النص المقابل على أحد ملوك مصر الفرعونية هنا، وهو حور محب تحتمس الثالث إخناتون منذ حطب الثاني. طيب يقول أحد الحكماء: طوبى للذي يحمي البلاد ويوسع حدودها، الذي يتغلب على البلاد الأجنبية بتاجه، ويضم الأرضين بزراعه، ويطلق السهم دون أن يشد القوس. يعني عايز يقولك ملك ملوش حل، وعمل انتصارات حربية والناس كلها بتخاف منه. الملك الوحيد اللي تنطبق عليه العبارة هنا هو الملك تحتمس الثالث. ليه؟ حور محب عمل قوانين وتشريعات، إخناتون عبادة دينية، أن تحطب الثاني قضى على الفوضى حكام الأقاليم وعاد وحدة البلاد. يبقى الملك الوحيد اللي تصلح عليه العبارة تحتمس الثالث. 3، أصبح نهر النيل منفذا خارجيا للتجارة المصرية قديما، منذ عصر، خد بالك، خارجيا يعني التواصل مع الآخرين، منذ عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الحديثة، عصر النهضة. طبعا نهر النيل كان فيه تحت في الجنوب جنادل، الجنادل دي أعاقت حركة التجارة مع شمال السودان. فضل الأمر لغاية الدولة القديمة الدنيا فيها إعاقة، كان تعتمد على التجارة البرية عن طريق البر. أما جه ملك في الدولة الوسطى اسمه الملك سنصرت الثالث، حفر قناة في صخور الجندل الأول، مما أدى إلى تسهيل التجارة مع الجنوب. السؤال اللي بعده: تعددت أهداف إصدار حور محب للقوانين، ولكن الهدف الأساسي منها هو القضاء على الاضطراب والقلق، تحقيق النهضة الاقتصادية، إرضاء كهنة الإله آمون، كسب ود الشعب المصري. هنا بنتكلم عن الملك حور محب. الملك حور محب عمل قوانين لتقضي على الفوضى التي ظهرت في عهد مين؟ في عهد إخناتون الدينية، وكانت قوانينه برضو موجهة لمواجهة الظلم الواقع على الفلاح، وموجهة لمواجهة الظلم الواقع على الأرقاء والعبيد، ومواجهة تلاعب موظف الضرائب. يبقى احنا كده الحاجة الوحيدة لتصلح القضاء على الاضطراب والقلق.
5 ارتبط استخدام الأسطراقة قطع الفخار والحرير المستورد من فينيكيا بمصر بسوء الأحوال الاقتصادية، التقسيم الطبقي لمصر الفرعونية، التقدم الصناعي في مصر، بساطة الحياة وعدم تعقيدها. الأسطراقة يا شباب المصريين القدماء لجوا إليها الطبقات الفقيرة والمتوسطة بسبب صعوبة الحصول على ورق البردي لأنه غالي الثمن، وفي نفس الوقت لما بيكتبوا عليه لا تمسح الكتابة، فقال لك مش هينفع نستخدمه. طيب لأسباب الفقر، وعندنا يعني أسباب اقتصادية، والحرير المستورد من فينيكيا كان مين اللي بيلبسه؟ علية القوم والملك، فبالتالي مرتبط بالتقسيم الطبقي لمصر الفرعونية اللي كل طبقة كانت بتستخدم نوع معين من الورق في الكتابة، وبتستخدم عندنا ايه ملابس معينة مصنوعة وفقا لمستواها الاقتصادي. يبقى التقسيم الطبقي لمصر الفرعونية. 6 توضح الصورة التي أمامك براعة المصريين القدماء في علم الفلك والهندسة، الهندسة والكيمياء، الرسم والنحت، العمارة والكيمياء. طبعا هنا بيبين تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. كلمة تعامد الشمس، الشمس دي نجم من النجوم. علم تحديد مواقع النجوم والكواكب اسمه الفلك. حلو جدا. بعد كده الفراعنة لما جم بنوا عندنا المعبد ده بنوا بزوايا معينة، بحيث أول لما الشمس تيجي في يوم عيد ميلاد عندنا الملك ويوم جلوسه على العرش تتعامد بالطريقة اللي شايفينها وتنور وشه أكنك جايب لمبة صفرة على وشه. فده اسمه علم مين؟ علم الهندسة. يبقى الفلك والهندسة. كتاب الموتى هو مجموعة من التعاويذ والأدعية الدينية تدون على أوراق البردي في ضوء مضمون العبارة السابقة. وضع كتاب الموتى مع الميت ارتبط، أو وضع كتاب الموتى مع الميت ارتبط باعتقاد المصريين القدماء في عبادة قوى الطبيعة، تعدد الآلهة، التوحيد، الحساب بعد الموت. هم كانوا بيحطوا كتاب الموتى ليساعد المصريين، بيغش منه يعني من آخر كأنه برشام، ليساعد المصريين في الحساب بعد الموت في الحياة الأخرى. يبقى الإجابة عندنا الحساب بعد الموت. 8 تعرضت أوروبا لانتكاسة حضارية في معظم فترات العصور القديمة، العصور الوسطى، العصور الحديثة، التاريخ المعاصر. طبعا أوروبا تعرضت لانتكاسة حضارية في فترات عندنا العصور الوسطى، كانت عصور مظلمة بالنسبة للحضارة الأوروبية وعصور نور وتقدم بالنسبة للحضارة الإسلامية. 9 يرجع سر تميز الحضارة المصرية بالأصالة. أصالة يعني قايمة بكل حاجة مصرية، تمام؟ كفاح أبنائها وتطور أفكارهم، استمراريتها الآلاف السنين دي استمرارية، تواصلها الحضاري ده تواصل حضاري، قدم تاريخها ده القدم. يبقى الإجابة الوحيدة هتكون كفاح أبنائها وتطور أفكارهم. 10 كانت الأسباب الأساسية لاختلاف ملابس المصريين في مصر الفرعونية دينية وسياسية، اجتماعية واقتصادية، اقتصادية وثقافية، سياسية وثقافية. طيب تعالى نفكر مع بعض. ملابس المصريين اختلفت. ملابس العامة كانت تصنع من الكتان الخشن، وكان يسعوا في تقليد الشكل بتاع ملابس الأغنياء. طب ملابس الأغنياء يبقى كده طبقات المجتمع يا شباب، يبقى ايه طبقة العامة وطبقة الأغنياء؟ طبقات المجتمع يبقى اجتماعية. ملابس الأغنياء كانت تستخدم من عندنا أو تصنع من الكتان الناعم والحرير المستورد من فينيكيا، وتطرز بالذهب، وتطرز بالفضة والأحجار الكريمة. يبقى كل ده سبب الفوارق الطبقية، يبقى اجتماعية واقتصادية. 11 تحقق رأي ويل ديورانت في عوامل قيام الحضارة المصرية الفرعونية بالأنهار الجارية والسهول، عدم وجود حواجز طبيعية، وجود الحدود الطبيعية، وفرة الثروات المعدنية. هو ويل ديورانت قال لك ايه؟ الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي. حلو. وكلما شعر الإنسان بالأمن والاستقرار أدى ذلك إلى الإبداع. الحاجة اللي هنا تحقق الأمن والاستقرار هي الأسوار الخارجية، بخليك آمن جوه بيتك، يبقى اسمها وجود الحدود الطبيعية. استطاع المسلمون فتح جزيرة صقلية في العصور القديمة، العصور الوسطى، العصور الحديثة، التاريخ المعاصر. المسلمون لما جم فتحوا جزيرة صقلية يبقى ده عصور نهضة عند المسلمين، يبقى العصور الوسطى. السؤال اللي بعده 13 يمكن التعرف على تطور المقابر في عصر الدولة القديمة
من خلال دراسة الآثار صلاية معمر الأسطراقة بردية إبرز. هنا تطور المقابر. طب صلاية معمر دي خاصة بالملك مينا، يعني حتى لو تحدث عن أي مقابر احنا بنتكلم عن ملك مينا بس. الأسطراقة طبقات الفقيرة ومتوسطة، ومحدش أصلا مهتم بالطبقات الفقيرة ومتوسطة في كتابة التاريخ عنهم بنسبة كبيرة يعني. بردية إبرس بردية طبية، يبقى فاضل الآثار. يبقى احنا كده ممكن نتعرف على تطور بناء المقابر، اللي هي كانت حفرة، بعد كده هرم مدرج، بعد كده هرم أكبر، بعد كده مقابر منحوتة في الصخور في وادي الملوك بالأغرب الأقصر، يبقى اسمها مين؟ الآثار. أسئلة مقالية. يقول جمال حمدان: مصر الوحيدة التي يقترب عندها أطول بحرين هما البحر الأحمر والبحر المتوسط، في دول العبارة السابقة وضح أوجه استفادة مصر من ذلك في تاريخها القديم. مصر ممكن تستفيد في تاريخها القديم من ذلك في إيه؟ في عصور الدولة الوسطى قام الملك سنوسرت الثالث بربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق قناة سيزوستريس. ليه؟ لتنشيط التجارة مع بلاد بونت وجزر البحر المتوسط. في عصر الدولة الحديثة قامت الملكة حتشبسوت برحلة تجارية إلى بلاد بونت عن طريق البحر الأحمر. في العصر المتأخر قام الملك نخاو بأول محاولة في التاريخ تمام الإنسانية للدوران حول إفريقيا، بدأت من خليج السويس اللي هو الأوديسا سابقا، وأكملت طريقها في البحر الأحمر حتى عادت عن طريق مضيق جبل طارق بالبحر مين؟ المتوسط. طيب السؤال اللي بعده: أسباب كفاءة وخبرة العمال في مصر الفرعونية. طبعا يرجع الأسباب إلى وراثة المهنة وإتقان الحرفة وتطويرها من جيل إلى جيل، ومعرفة أسرار المواد الخام وخصائصها زي نبات البردي، وتشجيع الملوك للعمال وإعطائهم حقوقهم ومنع السخرة عنهم، وكان الملوك الفراعنة يتفخرون بذلك. 16. أيد تاريخيا صحة العبارة التالية: جنى المصريين قدماء ثمار الثورة الاجتماعية في عصر الدولة الوسطى. طبعا الدليل على ذلك سعي ملوك الدولة الوسطى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب وإعلاء قيمة الفرد وكرامته من خلال إصدار تعليمات للوزراء تؤكد على ذلك، وبدأ الملوك والوزراء وحكام الأقاليم يتفخرون بعدالتهم بين الناس. وبكده انتهينا من أسئلة الاختبار. ياريت تدعمونا بلايك للفيديو لو سمحتم، وشير على قد ما تقدروا، واشتراك في القناة. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل.